يا نهار اسود، في ايه؟ انا عمي مات. انت قلبت غوريلا ولا ايه؟ الشعر اللي في صدرك ده في ايه؟ عمي مات. ما قاليش. ما قالكش ايه؟ بقول لك عمي مات، اخوك مات يا رشدي وانت قاعد بتشوي هنا. اشوي ايه؟ ده هي اللي جايه محروقه. اخويا مات يا بنت الفقريه، فولتي عليه بالاسود اللي انت لابساه ده. انا راكم يزيدوا 10 والباقي كله حايل. اشوفك بعد الاربعين. يا عم اخوك مات. طيب مات. عرفت انه مات واللي رمازي ودينا اهو حزين اهو. عمك اللي في الصور ده شبه عبد الحليم قوي. انت حمار يالا، ده عبد الحليم. ما انا عمي كان عازف ناي في فرقته. امك جايه ليه؟ معرفش. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. انت عرفت ازاي؟ من عبد الرحيم سكرتير المرحوم. فيه الخير عنكم ماما. جو صاحبي الدكتوره ساوسه. ساوسه المبادئ. جو ده اسمك في البطاقه؟ لا انا اسمي في البطاقه رجب عبد الصمد رجب. وبتشتغل ليه يا رجب؟ انا طنط ادخن دي جي في مصر. عبد الصمد ودي جي؟ طب تيجي ازاي دي كده؟ ايه اللي انت جايباه معاك ده؟ مش ده صاحبك؟ اه صحيح. ايه يا ربي يا سيدي. خلصت؟ اه سعيكم مشكور. مات صاحب الهي الحزين وساب جوانا جرح أليم. ماتت الرومانسية من بعده، من بعده ماتت الرومانسية. هو ده ماله خشب كده؟ ده اللي فضل منه يا بابا. أخوك المرحوم ساب وصية مع جاد الرب المحامي، وجاد الرب جاي بكرة إن شاء الله من البلد، وبعد العزاء هيفتح الوصية في حضوركم وحضور الدكتورة سوسن. وبمناسبة ايه الدكتورة سوسن تحضر فتح الوصية؟ مش كفاية خلعتني وطردتني من البيت؟ علشان انت راجل هلاس وعلمت ابنك يبقى زيك يا راجل يا موبوء. لا ارجوك سيبهولي، اصل المرحوم معلمني اعزف عليه علشان لما هو يموت نايو ما يسكتش ابدا ابدا. انا ارتبطت بيه عاطفيا. بالمرحوم؟ لا بالناي. خده، انا مش عاوزه. أنا شخصياً ماشي مع طبلة. بس طبلة إيه؟ طبلة طبلة. ها؟ المقرئ ما جاش ليه؟ زمانه جاي. إيه الدخان ده؟ هيرصوا حجرين على روح عمك، ما أنت عارف كان بيعز الجوز أوي. أروح أنا أظبط الصوت ده عبال ما المقرئ يجي؟ اتكل على الله. ماشي. قال الله. شد حيلك يا دكتورة. شد على الله. تفضلي حضرتك. كرسي. هاي. ما تزعيش نفسك قوي يا تونت عشان الزعل يبين انت جايت لي تحت عينيكي. تشاو. انت جايت؟ علي يا ابني البيت شوية. هلو ايفريبادي، ام البقاء لله. شوف صاحبك ابن العبيطه ده، هو فاكر نفسه في الديسكو. هو لسه عمل حاجه؟ ده لسه هيسخن اكتر من كده. اه بنوازي وبنشاطر وبنعزي حبيبي وصاحب الضيقه، وبنقول له كلنا دايما الباقي يا
جو يا حبيبي، يعني ميرسي على الكومبليمون اللطيف ده. عارف لو طلع نقطة هروح أقتله لك. حبيبي طولنيش بحاجة. يا أخي الحباية اللي أنت جايبها لي دي مهرشاني قوي. أكتر أدور ده أنا دماغي بتاكلني يا معلم. طب بقول لك إيه؟ معايا حاجة تانية. أنت سكرت ولا إيه؟ مسكوتة. حلاوتك يا جدع، الواد ده جدع، والله العظيم الواد ده جدع. ده جدع؟ آه. أحسن لك روح سكته. يا روح اجيب لكم البوليس يقبض عليكم عشان الحبوب اللي عمالين تنطوروها في الصوان دي. اجيب لك واحده معاه صليبه هشوف لك. لو ما لقيتش هتترمى جاك. ماشي. سمعت خبر وحش قوي. ايه؟ انت سبت الواد بتاعك ولا ايه؟ ايوه. كنت بقول لها ده دايما ما معهوش ما يلزموش، هيصرف ايه في الحياه؟ الليله برضه كده. لم الحاجه بقى. لا لم ايه؟ ده انا لسه ما قلتش كلمتين على بعض، وبعدين الحبايه لسه ما اشتغلتش. طب المهرشه دماغ اهلي ليه؟ انت طفلت يا تايجر. ايه البتاع ده؟ ده المايك. وحدون عليا النعمه، الناس دي كلها مؤمنه. بقى لله. مستعجل ليه؟ لسه السهره طويله. بقى لله. المقرئ فين؟ انت هتوترنا ليه؟ مليله زي الفل. هارد لك يا انكل. انكل هارد لك ليه؟ خسرت الدوري. اخص عليك يا انكل. اخص على اللي جابوك. سعيكم مشكور. سوري يا انكل، ما بسلمش عشان الفلونزا خنازير. مين الخنزير ده؟ ده وائل. انا رايي تلم اصحابك توديهم على عزا الحريم. ما انا بعت واحد. قال الله. قال الله. فقال الله مرحوم سرايح. وانت مش ناوي تسرايح. مين ده؟ ولا اعرفه. اللهم طولك يا روح. طنط ده شكلك متضايق قوي. بليز عيش اللحظه، ما تزعليش نفسك ولا هيجي لك حد اتاك. ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ وانت مالك وتقول لي انت ليه؟ الله، هو انت اشتغل. انا داري وانت مالك. وايه البلاوي دي؟ انا مش فاهم. ما تزعليش نفسك يا دكتور، احنا كلنا جو 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 المجتمع. انت جاي سراع عندنا مش تقول. تديته ايه؟ لا ما اديتوش حاجه، ده اول ما شاف البرشامه مات. المقرئ فين؟ الليله العسل دي. عسل ايه؟ الناس بتموت اهي. مين مات؟ جاك. بقى لله. هو ده عزم مختار؟ انا افتكرتك انت لسه ما لقيتش عزم. هو ده عزم مختار؟ لا ده عزا ورثه ام مختار. طب ما قلتلكوش حاجه وحشه. لا خد راح فين؟ مدام جيت خش عزي. لا خلاص عندي ميعاد مش هقدر. خش خش. مش هو ده؟ ده مسكين بقاله 7 سنين بيدور على عزا ام مختار. مش عزي. خد يالك، خد يا